مهم جدا ان احنا نعرف مزيد من التفاصيل اكيد بعد ما شفنا درجات الحراره. عشان كده هناخد على التليفون دكتور منار غانم، عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور منار بونجور عليكي، وعايزين واحده واحده كده تاخدينا للقادم، لان احنا او الناس كلها نفسها تفهم هل اللي جاي ان شاء الله يعني هيكون برضو بيشهد نفس الارتفاع الموجود او الملحوظ اللي كان في شهر 7، ولا زي ما اتقال ان شهر 7 هو كان اعلى او شهد اعلى ارتفاع لدرجات الحراره، ومفروض شهر 8 يشهد يعني اعتدال الى حد ما. خلينا نعرف من حضرتك، اتفضلي. صباح الخير على حضرتك استاذه نهاوند واستاذ كريم وكل الساده المشاهدين. هو احنا بالفعل الاسبوعين الماضيين شهدنا موجه غير اعتياديه من موجات ارتفاع درجات الحراره، اللي كان غير اعتيادي فيها هو استمراريتها، ان هي استمرت معانا فتره طويله قرابه الاسبوعين، ارتفاعات ملحوظه في درجات الحراره اعلى من المعدلات بقيم كثيره ومتواصل عظمى على القاهره الكبرى، كانت 38 ل 40 درجه مئويه. كان احنا بدانا من الامس كمان اليوم درجات الحراره يحصل فيها انخفاض، بدانا نحس ان الاجواء اقل حراره واقل حده من الايام الماضيه، انخفضت درجات الحراره بمعدل من 3 لـ 4 درجات في معظم انحاء الجمهوريه، سجلنا بالامس عظمى على القاهره الكبرى 34 او 35 درجه مئويه، اليوم متوقع يكون 35 درجه مئويه، فاحنا بدانا تدريجي نعود بالمعدل الطبيعي او المعدل الصيفي الطبيعي اللي احنا بنشهده كل سنه، يمكن في استمرار لارتفاع نسب الرطوبه، وده طبيعي ان احنا دايما في شهر 8 نبقى عارفين ان هو ذروه فصل الصيف بسبب الارتفاعات الكبيره في نسب الرطوبه، نسب الرطوبه دايما بتزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره، ومن خلال الدراسات اللي احنا بنقوم بيها في الهيئه العامه للارصاد الجويه متوقع ان شهر 8 يكون متوسط درجات الحراره فيه اعلى من المعدلات. يعني يا جماعه علوا الصوت يا دكتور منار لو سمحتوا، مش سامعين الصوت، يعلى بس شويه. احنا بنتكلم ان اعلى من المعدلات، يعني احنا المعدلات الطبيعيه في شهر 8 كل سنه بتبقى 35 درجه مئويه، يبقى درجات الحراره تبقى فيه اعلى، تبقى 36 او 37 درجه مئويه. وارد ان احنا نشهد فيه موجات شديده الحراره زي اللي شفناها في شهر 7، يعني فيها ارتفاع في قيم درجات الحراره، لكن مش هتكون بنفس الطول، يعني مش هيبقى مدتها طويله قوي، هتبقى مده قصيره 3 لـ 4 ايام يحصل فيها ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره، ثم مره اخرى درجات الحراره تعود للمعدلات، واللي ده متوقع يكون معانا في شهر 8، بس هيكون في استمرار طبعا لارتفاع نسب الرطوبه الكبير، يمكن مع نهايات 8 ان شاء الله بدايه 9 يبدا تدريجي درجات الحراره تتجه نحو الانخفاض، لان احنا دايما مع 9 بيبدا درجات الحراره تنخفض ونسب الرطوبه تنخفض، لان احنا خلاص بنبقى بنقترب من فصل الخريف. ثوارث تكرار شده الحراره او ارتفاع درجات الحراره، لكن مش بنفس الطول بنفس الاستمراريه اللي احنا شهدناها خلال الايام الماضيه. يمكن الايام الماضيه بالفعل الثلاث اسابيع الاولى من يوليو كانت الاكثر حراره على الاطلاق في كل دول العالم، متوسط درجات الحراره العالميه كانت اعلى درجات حراره سجلناها منذ مئات السنين او منذ الاف السنين، لان درجات حراره غير مسبوقه بمتوسط درجات الحراره العالميه لسطح الكره الارضيه. على ذكر العالمية يا دكتورة منار، يعني الكام يوم اللي فاتوا كان فيه مجموعة من التصريحات المتواترة القادمة من هيئات ومنظمات معنية بالطقس والمناخ على مستوى العالم، وفي جملة معينة ترددت أكتر من مرة والمفروض إن هي تخوفنا الحقيقة ونقف عندها كتير، فكرة إن الكوكب ككل عدى الفترة الأخيرة من مرحلة الاحتباس الحراري إلى مرحلة الغليان، الجملة دي معناها ايه وانعكاساتها علينا ايه الفتره الجايه؟ معناها ان حصل في مزيد من الاحترار، احنا كنا الاعوام الماضيه او الاشهر الماضيه كمان بنتكلم في درجات حراره وبنتكلم في فكره ان في احتباس حراري وفي ارتفاع في متوسط درجات الحراره العالميه ومش عاوزين نزيد عن الدرجه ونص، لا احنا بدانا نزيد باستمرار عن الدرجه ونص، احنا وصلنا ل 17 درجه اللي هو متوسط درجات الحراره العالميه، 17 درجه واللي ده كان المفروض نوصل فيه في 2050، احنا وصلنا له في وقت بدري جدا، فمعناها ان احنا عدينا فكره ان الاحتباس الحراري وان احنا المفروض نقلل الانبعاثات، لا احنا يعني خلاص بقى امر حتمي ان لازم يبقى في تقليل انبعاثات عشان ما نوصلش للأسوأ من كده، احنا خلاص يعني هو دلوقتي بيشد انتباهنا للازمه اللي احنا موجودين فيها، ان احنا عدينا فكره الاحتباس الحراري وان احنا لازم نقلل انبعاثات، وكان امر مجرد امر رفاهيه، الامر ما بقاش رفاهيه دلوقتي، الامر بقى حتمي وفي ضروره بتقليل الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخيه، لان احنا كل دول العالم بتشهد درجات حراره مرتفعه، الكوكب نفسه مش عارف يتنفس من ارتفاع درجات الحراره الغير مسبوق، احنا بدانا نسجل درجات حراره غير مسبوقه كان المفروض نوصلها بعد 25 سنه، احنا وصلنا لها بسرعه عاليه جدا، يمكن كان متوقع ان احنا نوصل للدرجات دي بس مش بالسرعه دي، احنا وصلنا يعني احنا كنا المفروض نوصل زي ما قلت لحضرتك في الاول 2050، احنا وصلنا لها في 2023 اللي هي 17 درجه، 17 درجه يعني مزيد من الارتفاع في متوسط درجات الحراره العالميه، مزيد من التغيرات في منظومه التوزيعات الضغطيه،
يعني هنشوف حرايق وهنشوف حاجات أسوأ من اللي هو اوريدي احنا شفنا حرايق دكتور منار في مناطق مختلفه في العالم، ده حصل وبيحصل كل سنه، لكن حصل بشكل اكبر او بنسبه اكبر العام اللي احنا فيه. وللاسف كمان كان الخبراء في هذا الملف كانوا دايما بيحذروا انه ربما كمان بعد مرور عده سنوات ممكن تلاقي بعض المناطق يعني اختفت وبعض المدن اختفت من على الخريطه، وقالوا حتى اسماء كتيره طبعا، ولكن انا مش هذكرها يعني عشان مش وقته او مش مجالنا حاليا يعني، لكن ده او دي تبعات التغييرات المناخيه اللي المفروض الدول كلها بتكون على اساس المؤتمرات الدوليه المختلفه اخذت قرارات منذ سنوات سابقه مش سنوات لسه قادمه، يعني ده اللي احنا كنا بنسمعه في هذا الملف تحديدا. فربما هم كان عندهم اكيد درايه ان هيحصل ده هذا العام، فبرضه توضح لنا النقطه دي يا دكتور. هي الفكره ان القرارات ما كانتش ملزمه، وكان دايما بياخدوها بصوره من يعني اللي هو خلاص احنا هنعوض الدول الناميه بالفلوس او هنعوضهم على ان احنا نقلل انبعاثاتنا، لان هو في النهايه اقتصاد، يعني هي في النهايه اقتصاد وسياسه ان احنا نقلل انبعاثاتنا، احنا بنستخدم الغازات والوقود الاحفوري للصناعه واي المجالات المختلفه، فتقليل الانبعاثات هيبقى عندهم مشكله، فهم قالوا هنعوض الدول الناميه، لكن دلوقتي بقى في مشكله حتميه، لازم نقلل انبعاثات ولازم الدول الصناعيه تقلل انبعاثات، لان لو ما تقللش الانبعاثات الكوكب ككل هينتهي. احنا بنشوف بس بسبب ارتفاع درجات الحراره اللي احنا اللي هي 17 درجه، المفروض اصلا المعدل الطبيعي لسطح الكره الارضيه 15 درجه، احنا دلوقتي بدانا ارتفاع درجتين، ارتفاع درجتين احنا بنشوف بالفعل حرايق، لكن احنا بدانا نشوف ازدياد في الحرايق السنوات المقبله هتبقى ازيد من كده، هيبقى اسوأ من كده، هيبقى في ارتفاعات في درجات الحراره اكتر من كده بشكل كبير، معدلات الامطار اللي بقت بشكل كبير بيحصل بقى منها فيضانات في بعض المناطق، الجفاف اللي ممكن يحصل، زياده المناطق اللي يحصل فيها جفاف ممكن يزيد عن كده، فاحنا بنتكلم ان احنا في ازدياد في العمق الظواهر الجويه اللي ممكن تؤدي لتدمير البيئه وتدمير كوكب الارض. يعني على كل حال نتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه تشهد يعني المزيد، مش هقول من المؤتمرات بس المزيد من القرارات الملزمه زي ما كنا بنتكلم، لان في قرارات بتبقى ملزمه وغير ملزمه عشان الحد من اثار طبعا التغيرات المناخيه. ولسه كنت بقرا تقرير سريع انا وكريم لما كنا بنتكلم عن التقرير، كان بيتكلم عن اكتر 10 مناطق بيشهدوا ارتفاع في درجات الحراره في الفتره السابقه، ومنها دول عربيه كثيره يعني وغيرها. فنتمنى ان شاء الله ان كمان اهالي الدول دي يتعدي عليهم هذه الموجه بشكل يعني آمن، لأن أكيد في ناس بتتضرر صحيا بشكل كبير جدا وقد تصل لحالات إغماءات وغيره. يعني ده حرائق الغابات وصلت للجزائر للأسف يعني صحيح. كنت فاكر إن كان آخرها اليونان، دي وصلت للجزائر امبارح صحيح.